في اليوم 95 من الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 23,210، أغلبهم أطفال ونساء. بحسب المصدر، فإن حصيلة الساعات 24 الأخيرة من الضحايا بلغت 126. سقطوا في قصف عنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمواقع عدة في قطاع غزة، قصف جوي وقصف مدفعي، آخره سجل وسط مدينة خان يونس جنوب غزة. وبينما تطرح تساؤلات عدة حول مآل هذه الحرب المدمرة، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل بدأت التحول من حملة برية وجوية واسعة في غزة إلى مرحلة أدق استهدافا، مضيفة أن مسؤولين أمريكيين يأملون إكمال المرحلة الانتقالية للعمليات العسكرية بنهاية يناير الجاري. عن هذا الجانب سألنا اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن الشحيتلي الخبير العسكري من بيروت. هذا يعني أن القوات الآن التي هي على الأرض هي التي تتولى قيادة العمليات، يعني كل قائد قطاع أو مقطع يتولى العمل داخل مقطعه بقواتها الخاصة بعملية التفتيش عن مخازن أو عن الأنفاق وملاحقة الأشخاص. بهذه المرحلة يفترض أن عملية القصف تتوقف، ليس نهائيا ولكن تصبح عملية القصف مطلوبة عندما يطلب قائد قوة على الأرض ضرب منطقة معينة بأسلحة محددة بطائرات الأباتشي أو طائرات استطلاع أو غيرها، لأن تصبح العملية عملية القتال عن قرب، وبالتالي أي عملية قصف بعيدة يصبح يشكل خطر على الجيش الإسرائيلي. لنقول الانتقال من الجراحة العامة التي فيها شق وتنظيف غيره إلى جراحة المنظار التي تستهدف العضو بحد ذاته. هذه العملية هي مكلفة من ناحية الخسائر البشرية للجيش الإسرائيلي، لذلك من المحتمل أن توجد صعوبات وأن لا تنجح ويستمر بعملية القصف، لأن هذه العملية كما ذكرت تعتمد على المواجهة المباشرة ما بين القوات الإسرائيلية وبين المقاتلين، والمقاتلين هم يقتلون على أرضهم، وبالتالي الاحتمال كبير في أن يكون التفوق على الأرض هو لمن يعيش الأرض ومن يعرف الأرض، لذلك هناك محاذير كثيرة في هذه المرحلة، وهذه المرحلة هي مرحلة طويلة ومعقدة، لن تكون الغلبة سهلة للجيش الإسرائيلي. من بيروت اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن الشحيتلي الخبير العسكري كان في حوار مع محمد الغول.